بنتكم هتبقى عباره عن اعضاء بشريه، وقدموا رقم التليفون اللي كان بيتصل بيهم والرسائل اللي كانت بتجيلهم على الموبايل. لما فتحوا الكرتونه لقوا بنت مذبوحه وكانت مربوطه وكانت دماغها ملفوفه بالبلاستيك. صدر بيان من وزاره الداخليه بيكشف ملابسات الحادث ده، انه اتصل بواحد صاحبه عشان يساعده في التخلص من جثه خلود، طلب بتطبيق اقصى عقوبه على الشخص ده. كتفه ايدين ورجلين وشها كله بلاستر. حسب الله ونعم الوكيل في كل اللي ممكن عليها غلط، وحسب الله ونعم الوكيل في كل اللي افترى عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحب والثقة من أسمى المشاعر الإنسانية اللي ممكن إنسان يديها لإنسان تاني، لكن المفروض الإنسان قبل ما يحب أو يدي ثقته لحد يفكر بعقله، لأن الحب ده ممكن يتحول لخيانة، والشخص اللي أنت بتحبه ده يتحول لوحش في صورة إنسان. النهاردة هنتكلم مع بعض عن قضية بنتنا خلود بنت أسوان اللي اتدبحت على يد شخص المفروض اللي هو بيحبها، وفي روايتين في الموضوع ده هحكيها على حضراتكم في حلقة النهاردة. هنتكلم مع بعض عن تفاصيل الجريمة وإزاي حصلت، وبيان الداخلية بخصوص الموضوع ده. طب يا ترى ايه الرسالة اللي وجهها اخو خلود للجمهور والاعلام؟ طب هل حد يعرف مكان المجرم دلوقتي ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة، استنوني بعد الفاصل. لو انت اول مرة بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس وتشوفوا. حكاية النهاردة البنت اسمها خلود من أسوان في رابعة كلية التجارة. خلود نزلت وراحت الجامعة بتاعتها زيها زي أي بنت، وكان ميعاد رجوعها من الجامعة حوالي الساعة 3 أو 4 العصر. والدتها اتصلت بيها عشان تطمن عليها ليه اتأخرت، لقيت اللي تليفون خلود مقفول، وطبعا زي أي أم في الدنيا اتصلت مرة تانية لأن كانت قلقانة على بنتها. لكن المرة دي رد عليها واحد غريب وقال لها أمانتكم عندي وأنا عايز 2 مليون جنيه. فقعدت تقول له أنت مين أنت مين أنت مين، راح قفل السكه في وشها. فراحت الام اخذت اخوها وراحت الجامعه عشان تسال على بنتها، وسالت زمايلها في الجامعه قالوا لها ان هي ما جاتش النهارده. بعد لما راحوا الجامعه المجرم بعت رساله على موبايل امها وطلب 2 مليون جنيه، وقال لهم في الرساله ان انتوا لو بلغتوا الشرطه بنتكم هتبقى عباره عن اعضاء بشريه، واداهم مهله لمده يومين عشان يحضروا فيها الفلوس. فام خلود واخوها راحوا قسم الشرطه وقدموا بلاغ، وقدموا رقم التليفون اللي كان بيتصل بيهم والرسائل اللي كانت بتجيلهم على الموبايل. لما رجال الشرطه مشيوا ورا الموضوع اكتشفوا ان رقم التليفون ده لشخص كان عايز يخطب خلود، والشخص ده اتقدم لخلود 3 مرات واهلها رفضوه عشان هو كان شخص مش كويس، وكان سارق ابن عمه، وكان طمعان في خلود واهلها، والشخص ده كان بيمثل على خلود وعلى اهلها اللي هو بيحبها، لكن هو في الحقيقه كان طمعان فيها وطمعان في فلوس اخوها، لان اخوها كان تاجر قماش وكان وضعهم الاجتماعي مرتاح، فكان عايز ينصب عليهم. وطبعا رجال المباحث والاهل قعدوا يدوروا على خلود والشخص ده، لكن اختفوا وما كانش ليهم اي اثر. عن طريق الصدفه كان في ناس ماشيه شافوا كرتونه مرميه في الجبل، راح يشوفوا ايه اللي في الكرتونه دي. لما فتحوا الكرتونه لقوا بنت مذبوحه وكانت مربوطه وكانت دماغها ملفوفه بالبلاستر. فطبعا الناس لما شافوا الجثه بالمنظر ده اتصلوا بالشرطه، والشرطه جت، فالشرطه عرضت الجثه دي على اهل خلود وتعرفوا عليها، وطلعت هي خلود بالفعل. ودي الروايه الاولى اللي كنت قلت لحضراتكم عليها في اول الفيديو، ان خلود خرجت واتخطفت وبعد كده اتقتلت. الروايه الثانيه هي اللي هحكيها لحضراتكم، واللي صدرت في بيان وزاره الداخليه بخصوص الموضوع ده. صدر بيان من وزاره الداخليه بيكشف ملابسات الحادث ده، وبيقول ان خلود هربت مع الشخص ده عشان هي كانت بتحبه، وانها راحت له عشان يتجوزوا من ورا اهلها لان اهلها كانوا رافضينه. البيان بيكمل وبيقول ان هي راحت له وطلبت منه اللي هو يتجوزها، فهو رفض، فحصل مشاده كلاميه بينهم وبين بعض عشان كده هو قتلها، وانه اتصل بواحد صاحبه عشان يساعده في التخلص من جثه خلود. والاثنين دول حطوا خلود في كرتونه وخدوها في عربيه الشركه اللي شغال فيها المتهم ورموها في جبل في اسوان. بعد كده المتهم خد عربيه الشركه وهرب، والشركه اللي هو بيشتغل فيها قدمت بلاغ اللي هو سرق العربيه. ووجه ياسين اخو خلود رساله للجمهور والاعلام، وطلب منهم ان هم ما ينشروش اي حاجه تسيء لاخته، وهعرض على حضراتكم في اخر الحلقه مقطع الفيديو بتاع ياسين. في نهايه كلامي ربنا يرحمك يا خلود ويصبر اهلك على فراقك. يا جماعه خلود بين ايدين ربنا ومشهود ليها بالاخلاق، احنا اهل واخوات وقلوبنا كلنا وجعتنا على خلود، والميت ليه حرمته، فبلاش بعض من الناس تطلع وتقول كلام غير صحيح على خلود. وطبعا المجرم لحد اللحظه اللي احنا حضراتكم بنتكلم فيها لسه هربان وما تمش القبض عليه. دول الروايتين اللي انتشروا على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص قضية اختنا خلود، عن المشهد الصعب اللي عرضه على حضراتكم بتاع جنازة خلود، عن حرقة ام واخ على بنتهم. ذنبها ايه بنت زي دي في مقتبل حياتها تروح ضحية وحش في صورة انسان؟ ايا كانت الرواية الصحيحة سواء الرواية الاولى او التانية، فانا بطالب بتطبيق اقصى عقوبة على الشخص ده، عشان اي مجرم يحاول يعمل جريمة بشعة زي اللي شفناها دي يراجع نفسه مرة واثنين وثلاثة. خالص اعزائي الاهل خلود ولكل اهلي واخواتي من الصعيد، من وجهة نظر حضراتكم هل خلود فعلا المجرم خطفها وقتلها، ولا زي ما انتشر اعلاميا اللي كان بينهم علاقة حب؟ احب اعرف رأي حضراتكم تحت في الكومنتس. ولحد هنا خلصت حلقتنا، يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند،
يلا سلام، والسلام مش ختام. نزلت الساعة 8:30 الصبح تروح مواعيد الرجوع بتاعتها تبقى دايما تقريبا الساعة 4 العصر، ده مواعيد رجوعها يعني من 4 مثلا ل 3 ل 4 في الحدود خلص محاضراتك يوم الثلاث اللي فات. يوم الثلاث الساعة 4 جاء امي بترن عليها، لقيت اتاخر بقت ترن عليها التليفون مقفول مغلق، ما فيش تليفون فتح بعديها فترة يعني الساعة 5 ده ميعاد المكالمة اللي هي جت بتاع ده. فتحت كرنة الحجة على التليفون تاني، رد عليها واحد راح قال لها انا، قال لها امانتكم معايا تمام، وطلب 2 مليون جنيه فدية. راح فصل السكة، امي انت مين انت مين انت مين، مفيش. اخذنا بعضينا وطلعنا فين؟ على الكلية، وصلنا عليها زمايلها وصلنا عليها الناس اللي هناك موجودة في الكلية، كان الخروج ما جتش النهارده، ما وصلتش الكلية. سيادتك رحنا قعدنا في مكتب العميد بتاع الكلية وكنا متواجدين معاه، واحنا متواجدين معاه هناك جت الرسالة على التليفون اللي هي خلي ياسين جهز 2 مليون جنيه تمام، ولو بلغت الحكومة، لو دخلت الحكومة هبيعها أعضاء بشرية ومعاكم مؤن لحد يوم الخميس. ده الكلام اللي حصل. أخذنا بعضينا وتوكلنا على الله، بعد كده رحنا لبتاع دات الجسم نعمل محضر هناك المعبيد والكلية، قال نطلع من المحضر نعمل بلاغ. عملنا بلاغ في بندر، ورحت البندر استجابوني واستجابوا الحاج، كنا في الكلية بتاعتها، كان مدير الكلية كان قاعد معانا وشفت الرسالة وقراها، وإن هي موضوع إن هي بتاع دياتي طلعت برادتها دي مهمة النقطة دي، كلام فاصل يعني، كلام في منتهى السجازة يعني، كلام يعني غير حقيقي يعني. أصل في تليفون جه أصلا قبلها بيوم، في تليفون بالليل قال لها أنت معاك محاضرات، واحدة صاحبتها قالت معاك محاضرات تمام، بس لكن هي طلعت برادتها دي استحالة استحالة استحالة. أنا معايا خلود، وبعد كده ستك يعني الشيء بيدل على الشيء تمام، بمعنى أوضح يعني الحمد لله رب العالمين يعني تأثر عليها الناس كلها. أنا خلود الطبيب الشرعي لقيناها متكتفة إيدين ورجلين، وشها كله ببلاستر، وشها كله متغلق ببلاستر، فين واحدة راحة طالعة النظر راحة تتفق تمام، واحدة راحة برادتها وترجع مقتولة. إزاي الكلام ده يعني؟ نفس اليوم. إزاي؟ الكلام ده ازاي؟ احنا رفضناه اصلا بسلوكه ومشاكله. في كان متهم في قضيه قبل كده سرقه، يعني ما كانتش قضيه بس الناس كانت بتقول ان هو سرق ابن عمه تمام، والكلام ده كده والدنيا، وعارفين انه احنا يعني هو ما مشيت وبطاله يعني، مش بس سيادتك بتهم الناس كلها، انا بتهمها من اي من الكبير للصغير تمام. انا عاوز حق اختي، انا مش طالب اكتر من كده، بس هذا كله طالبه من الدوله، والمفروض ده واجبهم تمام، وعلى الشعار اللي احنا ماشيين بيه الشرطه في خدمه الشعب، انا مطلوب مني ان هم يجيبوا لي حق اختي بس، لكن انا ما يطلع ليش اي جريده ولا اي كلام ولا اي حد يتكلم ولا اي صحفي مع احترامي لاي حد تمام، ان هو يقول سمعه ولا يقول كلمه عن اختي تمام، او ان يقسم في صحتها وشرفها